بمناسبة يوم النصر على داعش الإرهابية، نظمت مديرية شرطة صلاح الدين استعراضا لجميع تشكيلاتها بحضور اللواء قندي الخليل قائد الشرطة والمعاون الأمني لمحافظ صلاح الدين، وأكدت الأفواج والسرايا المستعرضة استعدادهم للقتال والحفاظ على النصر المتحقق. بمناسبة هذا اليوم العظيم نهنئ الشعب العراقي والحكومة المركزية متمثلة بالسيد رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، ونهنئ محافظة صلاح الدين متمثلة بالسيد المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وأبناء الشعب العراقي وأبناء شعب محافظة صلاح الدين بهذا الانتصار. وبمناسبة هذا اليوم العظيم نستذكر بعز وفخر دماء شهدائنا من منتسبي الأجهزة الأمنية من أبناء القوات المسلحة متمثلة بالجيش العراقي الباسل، ومنتسبي وزارة الداخلية، ومنتسبي مكافحة الإرهاب، وكل القوى الأمنية ومنتسبي المجاهدين في الحشد المقدس الذين امتزجت دماؤهم في محافظة صلاح الدين لترسم خريطة العراق وترتفع إرادة العراق خفاقة عالية أمام كل قوى الطغيان وقوى الظلام. وبهذا النصر العظيم نهنئ كل أبناء الشعب العراقي. الرسالة أنه لا حياة ولا كرامة بلا وطن وبلا عراق وبلا وحدة وطنية وبلا لمة وشمل العراقيين متمثلة بالأجهزة الأمنية وكل أبناء الشعب العراقي. الحياة بوجود العراق، بوجود العلم العراقي رايته خفاقة عالية. الحياة بوحدة العراق، بوجود كيان للدولة ومؤسساتها. هذه هي الحياة الكريمة تحت راية العراق. بمناسبة هذا اليوم الأغر الميمون، حقيقة نود أن نترحم على شهدائنا من كافة الأجهزة الأمنية ومن الحشد الشعبي المقدس الذين لولاهم لما نحن واقفون الآن هنا ونحتفل بهذا اليوم، فطوبى لهم وإن شاء الله في عليين دائما. كما ونهنئ أبناء المحافظة بشكل عام بهذا النصر وهذا اليوم، ونهنئ بالخصوص ابتداء من القائد العام للقوات المسلحة ومرورا بوزير الدفاع والداخلية وكل منتسبي وضباط الأجهزة الأمنية كافة. فإن شاء الله مثل ما قلنا قبل قليل في أحد الفضائيات، العمل العسكري والحربي انتهى ونحن الآن في أمان مطلق إن شاء الله بفضل سواعد الأبطال اللي موجودين. الآن علينا التوحد لبدء بعملية البناء وترميم ما دمره الإرهاب. فإن شاء الله بتكاتف الجهود وبتكاتف كافة فئات المجتمع، وهذه رسالة من هذا المكان في هذا اليوم إلى كل أبناء المحافظة بالتكاتف والمزيد من العطاء لأجل أن نعود بما موجود عندنا من خراب ودمار إلى ما قبل أحداث داعش. إن شاء الله العمل مستمر، الجهود متضافرة إن شاء الله، الكل يد واحدة لإعادة البناء والإعمار إن شاء الله. نهنئ الشعب العراقي بصورة عامة وأبناء القطاعات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بصورة خاصة، نهنئهم ونبارك لهم بهذا اليوم، يوم العز، يوم الفخر، يوم الانتصار، يوم انتصار إرادة الحق ضد إرادة الباطل. كما نوصي أبنائنا من القطاعات الأمنية التعاون الجيد مع المواطنين، كما نوصي المواطنين التعاون مع القطاعات الأمنية لخلق حالة أمنية جيدة متماسكة ومتلاحمة، بحيث يصبح المواطن مع المنتسب حالة واحدة في الشارع. لولا تعاون المواطن لم يخلق الأمن، فلهذا نحن نستثمر هذه المناسبة العزيزة علينا وندعو إخواننا المواطنين على التعاون مع القطاعات الأمنية ونشكر الجميع. تحتفل مديرية شرطة صلاح الدين والمنشآت بمرور الذكرى الأولى لتحرير العصابات الإرهابية والقضاء على أوكار داعش في جميع محافظات العراق والعراق وفي محافظة صلاح الدين. واليوم تحتفل مع قيادة شرطة صلاح الدين والمنشآت وكذا مع أبناء شعبها في محافظة صلاح الدين ذكرى هذه المرور سنة، وهذه تحققت بجهود القوات الأمنية متمثلة بالجيش العراقي والجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وشرطة محافظة صلاح الدين
وكذلك الحج الشعبي المقدس الذي ضحوا بدمائهم من أجل تحرير الأرض ومن دنس عصابات داعش الإرهابية. احتفل اليوم في هذا الشرطة صلاح الدين مع شعبها بمناسبة يوم التحرير، تحرير صلاح الدين من قبضة جرذان داعش التي احتلت هذه المدن لفترة ما يقارب السنة. اليوم بفضل الله بجهود الأبطال ودماء الشهداء تحررت هذه المدن، واليوم هم الشاهدون الكفاليه كلهم في هذه المناسبه. هنا هذه رساله نبعثها لكل العالم ان الاغراق بخير، صلاح الدين بخير، بامان الحمد لله. شرطتنا وقادتنا وادارتنا المحليه حكومتنا المحليه منسجمه بالعمل بينها وبين القيادات الامنيه، ولا ان شاء الله لا وجود لهذه الاصابات المجرمه. الامن والامان للاغراق، وشكرا جماعه.